احنا المجر ولكن ما في نساء مؤهلات لانه يشاركوا. هي الكلمه كثير مزعجه بالنسبه لنا لانه احنا بدنا فعلا نلاقي مشاركه نسائيه، فاكيد في مشاركه نسائيه على الارض. مش عارف هذا الرجل في مسيره التنميه نابع من نظرتها المستقبليه وانفتاحها على ضروره مشاركتها في كافه المجالات. الدبلوم استفار 4 شهور بين من الشهر التاسع للشهر الأول من سنة 2021. النساء اللي انضموا له هن النساء ناشطات في المجتمع، ولكن حبينا نضيف خبراتهم بالقيادة النسائية. في عنا 17 امرأة خضعت لتدريب بمدة 4 شهور بأكثر من نوع من أنواع القيادة. التدريب كان شراكة بين مركز ماري للدراسات ووحدة دعم وتمكين المرأة. اليوم هو حفل تخريج هدول النساء، عم نحاول أكثر أنه احنا نفعل المعلومات النظرية اللي أخذناها بدبلوم القيادة بممارسة عملية على الأرض. أساساً النساء موجودين بكيان كبير اسمه وحدة دعم وتمكين المرأة، فهذا الكيان عم يحاول يخليهم يشتغلوا بشكل عملي، ولكن الشكل العملي أساساً لازم يسبقه شيء نظري. الشيء اللي أخذوه بهذا الدبلوم هو كان هذا الشيء النظري، وشوي تاني حتسمعوا قصص نجاح من سيدات حاولوا يمارسوا، يعني سمعوا الشيء النظري وحاولوا يمارسوه بشكل عملي. أنا بحسب وجهة نظري إنه المرأة تخلق قائدة، لأنه هي اللي بتكون بالدرجة الأولى بنواة المجتمع، فنحن بحاجة إنه نبتعد عن التنميط، الموضوع إنه نحن بحاجة للنساء بكل الأماكن، بالسياسة وبالإعلام وبالطب وبالتعليم، بكل الأماكن لازم يكون في نساء مثل ما بتحب رغبتها ومثل ما بتكون هوايتها أو خبرتها أو تعليمها أو تفكيرها، يعني ما نرجع نكرر أنفسنا دائما بنفس الموضوع. طبعا فكرة الدبلوم إجت بالتعاون مع وحدة دعم وتمكين المرأة في مدينة أعزاز. طبعا نحن قسمنا الدبلوم إلى 3 محاور أساسية. المحور الأول كان حول القيادة الإدارية بشكل عام، ثم القيادة السياسية، ثم القيادة الاجتماعية. كانت الجلسات عبارة عن 2 أسبوعيا بواقع تقريبا 10 ساعات أسبوعيا. تناوب على الدبلوم في كل مرحلة مدربين بإدارة الأعمال والاقتصاد في الوحدة الإدارية والمفردات الإدارية، ثم زملائنا في جامعة المحرر بالنواحي السياسية والقانونية أيضا. طبعا هو الدبلوم حاليا هو كان مرحلة مبدئية، ولذلك نحن ركزنا على 3 محاور. هناك مرحلة متقدمة للدبلوم بحيث أنه يكون في تخصص، يعني في مجموعة من النساء اللي يتم فرزهم إلى القيادة السياسية، ويتم يعني إعطاؤهم أيضا مرحلة أخرى دبلوم آخر بالقيادة السياسية حصرا فقط، ثم مجموعة إلى القيادة الاجتماعية أيضا بمستوى متقدم إن شاء الله بالفترة القادمة، وأيضا بالمواضيع الإدارية والاقتصادية بشكل عام. فهو حاليا هو هذا الدبلوم كمرحلة مبدئية للتعرف على يعني المفردات الأساسية بالدبلوم على تعزيز دور القيادة القدرات النسائية.